بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في البداية نترحم على شهدائنا الذين سقطوا في مدينة سرت وهم يقارعون اعداء الدين والدواعش من العسكريين ومن الثوار من مدينة مصراتة ومن عدة مدن ليبية. وكذلك نترحم على شهداء الأطفال الأبرياء الذين قصفهم المجرم الحرب حفتر على مرتين، قاموا بقصف أطفالنا وعائلاتنا في مدينة درنة، وهذه تعتبر من جرائم الحرب. ونحب نحن كسرايا الدفاع عن مدينة بنغازي، ونحن نمثل الثوار العسكريين المنضمين لهذه السرايا. نحب نطمن أهالينا في مدينة بنغازي أو في مدينة جدابية بأننا نحن لسنا قتلة ولسنا كمجرمين حفتر، إنما نحن إن شاء الله أتينا للدفاع عن مدينتنا وإخراج هؤلاء المجرمين الانقلابيين الذين دمروا مدينتنا وهجروا أسرنا، والذين قتلوا ثوارنا، والذين هددوا مدينة درنا وقتلوا أبناءها وقتلوا شيوخها وأطفالها بقصفهم بالطائرات، هذه العمليات الإجرامية. وكذلك أن نحرر مدينة جدابية من المجرمين الذين طردوا ثوارها وقتلوا ثوارها وأرهبوا أهالينا في مدينة جدابية، ونطمن أهالينا بأننا نحن سنقاتل كل من يتعرض لنا أو يشهر السلاح في وجوهنا أو يحاول أن يقاتلنا. أما من سيضع سلاحه ومن سينجو بنفسه فنحن لسنا دعاة حرب ولسنا مجرمين، إنما نحن أهالي مدينة بنغازي وشباب وثوار مدينة بنغازي، ثوار 2011 الذين خرجوا على الطاغية معمر القذافي، هم نفسهم ثواركم أبناءكم والذين شوهوا في إعلام المجرم حفتر، وكذلك في بمساعدة الدول المارقة التي لا تريد الراحة لليبيا ولشعبها ولا تريد الاستمرار ثورة 17 فبراير، ثورة التكبير التي جاءت بمبادئ وثوابت كل الليبيين رحبوا بها من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها. وبالتالي نطمن أهلنا بأن هؤلاء سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي سواء كان من العسكريين أو من الثوار هم أبناءكم، هم أبناء يعني هم ثوار وعسكريين يحترموا نحترم علماءنا ومشايخنا، و يعني هذا ديننا يعني، وهؤلاء علماءنا نحترمهم ونجلهم ونقدرهم، ونحن نريد أن نحرر ونرجع أهالينا الذين شردوا. عندما نتكلم على مدينة بنغازي نحن نتكلم على أكثر من 20 أو 30 ألف عائلة شردت لا تستطيع الرجوع، حتى من كان أحسن النية في الرجوع إلى مدينة بنغازي تم اعتقاله وقتله، وهم لا يفرقون بين نساء أو رجال أو أطفال، لديهم في سجونهم السرية، وبدت بعض أشخاص منهم من ما يسمى بعملية الكرامة يفضحونهم، هم في سجونهم السرية يسجنون أطفال يسجنون نساء. حتى من أحسن نية وقال سأرجع إلى مدينة بنغازي تم اعتقاله وقتله ورميه على الطرقات، وهذا أمر أصبح معروف، وهذا لن نسمح به لا ديننا ولا أخلاقنا ولا قيمنا. ونحن لسنا غرباء على مدينة بنغازي، إنها مدينتنا، هذه مدينتنا، نحن نريد أن ندافع عن مدينة بنغازي، مدينة بنغازي التي دمرت مؤسساتها، دمرت بنيتها التحتية، دمرت، وكل هذا كان بداعي القضاء أو محاربة الإرهاب، وكذبوا حينما تحرك الإرهاب في مدينة سرت، خرجوا عليه ثوار 17 فبراير وعسكريين 17 فبراير من جميع المدن، من ثوار مدينة بنغازي، من مصراتة الأكثرية، نسأل الله يتقبل شهدائهم، من مدينة تزليتن، من غريان، من طرابلس، هؤلاء فعلا يحاربون الإرهاب. مدينة درنة ثوارها حاربوا الإرهاب وطردوه شر طردة، وكانت حتى أصداها العالمية كيف شباب بسطاء بأسلحة بسيطة استطاعوا أن يطردوا
هؤلاء دواعش المجرمين. ولكن للأسف هذا ما يسمى بحفتر وما يسمى بعملية كرامة الذي جلب إلينا المرتزقة من العدل والمساواة ومن عدة دول أفريقية الذي استقبل في مدينة طبرق وفي عدة مدن استقبلوا من كانوا مع الطاغية حرضوا على اغتصاب نسائنا وقتل أبنائنا في 17 فبراير. هم الآن يرحبون بهم، هم يضمون ضباط وعسكريين تابعين للأزلام، وهذه حقائق ونحن نعرف أسماءهم بالاسم، سواء كان في منطقة مرادة أو من يقاتلون أبنائنا في بنغازي هم من 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 بقايا كتائب القذافي. وبالتالي هذه العملية المشؤومة ما تسمى بعملية الكرامة، ونأسف لكل هؤلاء الطيارين المجرمين الذين لم يعد لديهم لا ضمير ولا عقل ولا دين، وصل بهم الأمر أن يقصفوا أبنائنا في درنا في مدينة ملاهي للأطفال، يقصفوهم برشاش الطائرات. حتى الإسرائيليين لم يفعلوا هذا بالفلسطينيين، وبالتالي نحن نطمن أهلنا وإن شاء الله وبعون الله سنأتي إليهم وسنطردهم وسنخرجهم من مدينة بنغازي، وستنتصر ثورة 17 فبراير، وسينعم أهلنا في مدينة جدابية في بنغازي وحتى في مدينة درنا بالأمن والأمان الذي أتت به ثورة 17 فبراير، ثورة التكبير. ولا عيب إن قلنا أننا نحن مرجعيتنا دار الإفتاء، فهذا يدل على أننا نحن نحترم ونجل علماءنا ومشايخنا، ونحن عندما قلنا مرجعيتنا لدار الإفتاء نقصد في حرمات الدم وحرمات المال. والذي يفهم هذا الكلام إننا نحن عندما نتقدم وسننتصر بإذن الله في مدينة بنغازي سيكون مرجعيتنا دينية في التعامل مع الناس، لن نكون سفاكين دماء أو قاتلين أو مستولين على أملاك الناس كما يفعل حفتر أو ندمر بيوت الناس. لا بالعكس، لا والله، لا، جئنا لمدينة بنغازي إلا لنحررها من هذه الشرذمة، هؤلاء المجرمين من خرجوا من السجون من ميليشيات وعصابات حفتر. سنحرر مدينة بنغازي بإذن الله، وسترون بإذن الله أنها ستنعم بالأمن والأمان بعون الله.